هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. مشاهدينا مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هي ومين. النهارده هنتكلم عن موضوع خاص بصحتك، عن موضوع مؤلم جدا ويهم بنات وسيدات كتير. هنتكلم عن اسباب وعلاج الدوالي عند بعض السيدات. النهارده بيشرفنا وينورنا دكتور محمد رزق، رئيس قسم الاوعيه الدمويه بمستشفى جراند، واستاذ جراحه الاوعيه الدمويه بطب عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه الاوعيه الدمويه. مرحبا بحضرتك يا دكتور معانا. ميرسي يا فندم، مساء الخير، ميرسي على الاستضافه. مشاهدينا بفكر حضراتكم ارقام مستشفى جراند هتكون قدام حضراتكم على الشاشه طوال الحلقه عشان تقدروا تتواصلوا مع دكتور محمد. مرحبا بحضرتك يا دكتور مره ثانيه. ميرسي يا فندم. دكتور، في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الدوالي، عبارة عن ايه؟ الدوالي هي عبارة عن تضخم في الأوردة السطحية بتاعة الساق. تمام. التضخم ده بيؤدي الى شكل غير لطيف وبيؤدي الى مضاعفات كثيرة بعد ذلك. هي دي الدوالي. طيب هل في اسباب لظهور الدوالي يا دكتور؟ هي الدوالي ملهاش سبب مباشر. تمام. الدوالي ليها عديد من المسببات. نمرة واحد طبعا العامل الوراثي. ان هي بتيجي في بعض الناس اللي ليهم قرايب او اقارب بذات الدرجة الاولى عندهم دوالي قبل كده. طبعا بعد كده عندنا مسببات كتير اللي هي الوقوف لفترات طويلة، الحمل والولادة، بعض المشاكل الصحية اللي بتؤدي إلى جلطات الأوردة العميقة ممكن تتسبب في ظهور الدوالي. طب دكتور، هل في عروض في أعراض لوجود مرض الدوالي غير ظهور بس الأوردة بالقدم؟ طبعا أعراض مرض الدوالي بتختلف حسب درجتها. تمام. ظهور الشعيرات الدموية دي بتؤدي يعني بتدينا إنديكيشن إن ده دوالي من الدرجة الأولى. فدوالي الدرجة الأولى هي ظهور شعيرات دموية دقيقة بنسميها الدوالي العنكبوتية، بتظهر وبتسبب شكل غير لطيف للسيدات بالذات، لأن السيدات بالذات هم أكتر ناس بيشتكوا من ناحية الشكل. ده بالنسبة للدوالي من الدرجة الأولى. لكن الدوالي من الدرجات المتقدمة ما بتبقاش مشكلة بس في الشكل. تمام. أولا بتبقى العروق متضخمة أكتر، بتبقى حجمها أكبر. تاني حاجة طبعا بتتسبب في آلام في الساقين، بتتسبب في العديد من المضاعفات اللي المريض ممكن يشتكي منها بعد كده، زي تغير لون القدمين، زي التهاب الأوردة والجلطات السطحية والنزيف لا قدر الله، وبعد كده في النهاية خالص ممكن تؤدي إلى قرح وردية. لأن الدوالي هو مرض صامت في البداية، ممكن يبقى المشكلة بتهيأ للبعض إن المشكلة شكل فقط لا غير، لكن لا، هي مش شكل بس، بتؤدي إلى الكثير من المضاعفات والكثير من الأعراض اللي بتبقى مش لطيفة خالص بالنسبة للمرضى. هو هل يا دكتور الأوردة اللي بتبقى ظاهرة بتظهر في الإيدين والرجلين ولا القدم بس؟ بتظهر في الساق. مرض الدوالي هو مرض يصيب الساقين فقط، لا يصيب الطرف العلوي. طب يا دكتور، ايه السن اللي ممكن تبدا تظهر فيه الدوالي؟ الدوالي ممكن تظهر من اول 18 واقل من 18 سنه لحد 70 80 سنه. مفيش سن معين لظهور الدوالي، بس هي بتبقى تنتشر اكتر في الناس الصغيره في السن. طب احنا اتكلمنا، حضرتك قلت لنا كده انواع الدوالي، مظبوط؟ ايه خطوره كل نوع يا دكتور؟ خطوره كل نوع. النوع من الدرجة الأولى ده ملوش أي مخاطر خالص، هو المشكلة الوحيدة فيه بتبقى الشكل. تمام. بعد كده الدرجات المتقدمة، الدرجة الثانية والثالثة، ما بيبقاش فيهم مشاكل كبيرة، غير بدايات بقى اللي هي إيه، ظهور أوردة متضخمة بشكل أكبر، ظهور أعراض زي تعب شديد في الساقين أو آلام شديدة في الساقين، بالذات بيبقى تقل في آخر اليوم. تمام. فالمريض مش قادر يتحرك بالذات في آخر اليوم، وبيبقى عايز يقعد بأي شكل، مش قادر يمارس حياته بشكل طبيعي. دي مشكلة الدوالي من الدرجة الثانية والتالتة. بعد كده الرابعة والخامسة والستة بتبتدي تظهر المضاعفات، زي ما قلت لحضرتك، تغير لون الساق أو وجود قرح وردية أو التهابات الأوردة السطحية أو جلطات الأوردة السطحية أو النزيف. دي اللي هي بدايات المشاكل، يستحسن إن احنا طبعا نعالجها في مراحلها الأولى قبل ما نوصل للمضاعفات، لأن علاج المضاعفات بيبقى أصعب بكتير. طب يا دكتور، أعرف منين إن أنا عندي دوالي؟ يعني من الشكل، من المظهر بس؟ ليس فقط المظهر،
الأعراض زي ما قلت لحضرتك تقل في الساقين، تورم الساقين، وجود أوردة متضخمة بشكل كبير، لا قدر الله حدوث نزيف تمام من بعض الأوردة المتضخمة، كل دي أعراض بتقول إن أنا عندي دوالي وإن أنا لازم أتوجه لطبيب جراحة الأوعية الدموية عشان طبعاً نبتدي عملية التشخيص والعلاج بعد كده. طب يا دكتور، أحياناً برضو سيدات في وزن مثالي أو عندهم كمان نحافة ممكن يصابوا بالدوالي، هل من الضرورة أن يكون السمنة عامل مهم للإصابة ولا لا؟ لا، السمنة ليست عامل لإصابة بالدوالي خالص. ممكن السيدة تكون نحيفة، ممكن تكون إن هي وزنها كتير شوية، بس ملوش علاقة بالدوالي خالص. طيب إيه التأثير الناتج لو ما كشفناش عليها؟ إن إحنا هنوصل لمرحلة المضاعفات، ولو وصلنا لمرحلة المضاعفات علاج المضاعفة أصعب بكتير من علاج المرض الأساسي. طيب هل في الحالة دي يا دكتور السيدة لازم تبتدي بقى أو تنتظم بلبس الشراب الخاص بالدوالي ولا لأ، والمدة قد إيه لو هتلبسه؟ شراب الدوالي، شراب الدوالي ده علاج للمرضى اللي ما ينفعش إن إحنا نعمل لهم تدخل جراحي. تمام، دول شراب الدوالي بيوصف للناس اللي هو ابتداء من الدرجة الثالثة فما فوق، اللي بيبقى عندهم تورم مستمر في القدم ودوالي، ده بيبقى علاج للمرضى اللي احنا ما ينفعش ان احنا نعمل لهم عمليات جراحية نتيجة مشاكل صحية، نتيجة الظروف حالية ممكن احنا نأجل العملية شوية، فبنوصف الشراب بشكل مؤقت، لكن الشراب ليس علاج في حد ذاته. تمام، بالنسبة لمرضى الدوالي من الدرجة الأولى الشراب ليس علاج. تمام، لأن الدرجة الأولى هي درجة بتؤثر على الشكل فقط. تمام، ولا تؤثر على وظيفة القدم أو الساق، فبالتالي الشراب لن يفيد في شيء مريض الدوالي من الدرجة الأولى. علاج الدرجة الأولى هو علاج تجميلي فقط لا غير، للحفاظ على الشكل العام بدون أن احنا ما نأثر على الوظيفة. هل في ارتباط يا دكتور بين مرض الدوالي ومرض السكر؟ لا، ما فيش ارتباط ما بين الاثنين. طيب هل هنتكلم يا دكتور في الحلول والعلاجات الافيلابل، يعني هل عمليات الحقن كفاية؟ لان في ناس كتير تقول ان ممكن ترجع تاني بعد الحقن. طيب احنا برضو هنقسم العلاج حسب درجة الدوالي. دوالي الدرجة الاولى تمام، هي ممكن يكون الحقن كافي ليها، بس الحقن ده هو إجراء تجميلي وليس علاج، لأن في النهاية إحنا بنخفيها بشكل مؤقت، ممكن ترجع تظهر تاني في نفس المكان أو في أماكن تانية، لأن ده إجراء تجميلي. تمام، سيدة عندها مناسبة في مكان في شعيرات جامدة مضايقاها، والمناسبة دي لازم تحضرها، هنعمل جلسات، نعمل حقن أو نعمل حتى جلسات ليزر سطحي عشان نخفي الشبكة العنكبوتية بتاعة الدوالي السطحية بشكل مؤقت، ممكن يقعد لحد سنة. تمام، وبعد كده لو ظهرت تاني وهي محتاجة تحقنها تاني ممكن نكرر هذا الموضوع مرة أخرى حسب طبعا رغبة المريض. ده بالنسبة لدوالي الدرجة الأولى، بيبقى الحقن هو ده الحل الوحيد أو الكافي جدا لهذا الحالة وليس علاج، هو مجرد إجراء تجميلي. الو، اتفضلي دكتور، سامع حضرتك، اهلا بيكي. ايوه، مساء الخير، كنت عايزه اكلم الدكتور اساله على حاجه. هو سامع حضرتك، اتفضلي يا فندم. ايوه دكتور، انا دلوقتي بس مش هسال عن الدوالي، الموضوع تاني. انا عندي تعب في كتفي بقالي سنتين، كتفي بيوجعني قوي، ما بقدرش ارفعه قوي، وبعدين برضو التعب نزل على رجليا برضو الشمال، يعني الشمال ما بقدرش انام الناحيه الشمال دي خالص، لا على كتفي ولا على رجلي. بس سنتين كده. طب دي حضرتك يعني مشاكل الكتف لازم حد عظام يشوف حضرتك، يعني ده بيبقى تخصصه تخصص العظام، فلازم حد عظام يشوف حضرتك، طالما انت مش قادره ترفعي ايدك لحد فوق فدي بتبقى مشاكل في مفصل الكتف، فلازم حد يكشف على حضرتك تخصص مفاصل عظام. طب وفي رجليا في لما اعرف يعني في الافضل
عندي الوريد كده والرئة من تحت، بحس ان في شعيرات دمويه منفجره كده، شعيرات كده من ترشقه. تمام. تبقى دوالي؟ اه طبعا دي دوالي ممكن من الدرجه الاولى. لابد ان انت حضرتك تزوري دكتور جراحه اوعيه عشان خاطر يشوف اذا كان في دوالي اخرى داخليه من درجات متقدمه ولا لا، وبعد كده يوصف لحضرتك طريقه العلاج المناسبه. شكرا. العفو. نشكرك استاذ جيهان. نستأذن حضرتك يا دكتور، هنطلع فاصل. تمام. مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم من جديد، خليكم معايا. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا النهارده بيشرفنا وينورنا دكتور محمد رزق، رئيس قسم الاوعيه الدمويه مستشفى جراند، واستاذ جراحه الاوعيه الدمويه بطب عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه الاوعيه الدمويه. نرحب بحضرتك يا دكتور مره ثانيه. ميرسي يا فندم. دكتور، هل في امراض مناعيه بتاثر على مرض الدوالي او بتخلي الدوالي تظهر؟ طبعا في مجموعه من الامراض المناعيه اللي ممكن تتسبب في حدوث مشاكل بالنسبه للاورده عامه، مش الدوالي بس، الاورده والشرايين. الامراض المناعيه دي زي الذئبه الحمراء وزي الروماتويد وزي امراض مناعيه مختلفه ممكن تاثر على الشرايين والاورده بالنسبه للرجال والسيدات عامه، بس عامه الامراض المناعيه بتبقى اكتر في السيدات. تمام. ازاي بتاثر يا دكتور؟ طيب خلينا نتكلم طبعا على اهم عرض. احنا داخلين على الشتاء. تمام. نبعد شويه عن موضوع الدوالي. تمام. احنا داخلين على الشتاء والجو هيبقى بارد شويه. بتيجي للبنات بالذات في سن 13 14 لحد العشرينات ان هم يبتدوا يشتكوا من الام شديده في اليدين او القدمين مع دخول فصل الشتاء ودخول الجو البارد. تمام. ده بيبقى سببه جزء من مناعة الجسم ان هي بتتأثر بالجو البارد، فيبتدي يحصل انقباض للشعيرات الدموية والشرايين، ويبتدي يحصل آلام شديدة في اليدين أو الساقين. تمام. وممكن توصل لمرحلة متقدمة كمان لا قدر الله ان هو ممكن يحصل غرغرينة لو في فعلا مرض مناعي. دي اسمها متلازمة رينولدز، بتحصل بالذات في السيدات أكتر من الرجال، وبتحصل في فصل الشتاء أكتر من بقية فصول السنة. تمام. دي الوقاية منها سهلة جدا، ان احنا بنلبس جوانتيات في وجوارب في الشتاء في فصل الشتاء تكون مصنوعة من مواد طبيعية زي الصوف، وفي نفس الوقت بناخد حاجة علاجات بسيطة كموسعات للشرايين عشان نخاطر نقلل الآلام اللي موجودة دي. تمام. ده بعيد شوية عن موضوع الدوالي، بس ده بما ان احنا داخلين على فصل الشتاء وهيبقى في مشاكل من دي كتير، مشاكل التنميل كمان في الاطراف. طبعا ما هو الالام الشديده دي بتبقى مصاحبها تنميل في الاطراف. استاذنك يا دكتور معانا تليفون. اتفضلي. استاذه كريستينا من القاهره، اتفضلي. دكتور سامع حضرتك. الو مساء الخير. مساء النور. اتفضلي دكتور سامع. الو مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. انا كنت بس عندي مشكله انه انا في ايديا بيحصل تنميل من اي حاجه، يعني ممكن لو غسلت مواعين يحصل تنميل في ايديا، ممكن لو نمت اصحى الاقي ايديا لونها نبيتي او احمر كده، ما اقدرش ان انا احركها خالص. وفي الشتاء لازم ممكن احطها يعني فوق نار او حاجه لازم تسخنها او البس جوانتي. عندي دي مشكله يعني مضايقاني ومش عارفه احلها ازاي. وعندي حاجة تانية انه لو انا عندي دوالي في رجليا وعملت حقن، هل الموضوع ده يعني سهل الدنيا بسيطة؟ طيب يا كريستينا احنا عندنا شقين. الشق الاولاني احنا لسه متكلمين فيه حالا، قصة التنميل اللي بيحصل بالذات في فصل الشتاء اللي هو والزرقان اللي بيحصل ده بيبقى نتيجة حاجة اسمها متلازمة رينولدز. دي علاجها زي ما انت بتعملين، ده احنا لازم نلبس جوانتيات، وفي نفس الوقت لازم تزوري طبيب جراحة أوعية دموية عشان خاطر في بعض العلاجات اللي تقيقي في فترة الشتاء من ان الأعراض دي تحصل. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة لموضوع الدوالي، موضوع الحقن ده موضوع بسيط بيتم في العيادة الخارجية، مفيش فيه اي مشاكل خالص. لو الحالة بتاعتك ما تستدعيش حاجة اكتر من كده،
وده قبل ما بنعمل الحقن لازم هنعمل موجات صوتية عشان نطمن ان مفيش اي دوالي داخلية تسبب لنا اي مشكلة مع الحقن، لان لو في حاجة داخلية لازم يتم علاجها الاول وبعد كده نبقى نعمل الحقن. لكن الحقن في حد ذاته ده اجراء بسيط مفيهوش اي مشاكل خالص. نشكرك استاذة كريستينا. دكتور نرجع بقى لشكل الدوالي، هل في شكل مزيف للدوالي؟ يعني ممكن مثلا تظهر خطوط او حاجه وافتكر انها دوالي ساعات بتحصل ساعات بتحصل ان بتظهر زي تمددات في الجلد. في بعض الناس بتعتقد ان هي دوالي، بالذات في الناس اللي بتبقى تخينه وخست، او الناس اللي هي كانت رفيعه خالص وتخنت شويه. بيحصل كتير قوي مع السيدات بالذات في فترة الحمل والولادة، ان هي بيحصل عندها زي مجموعة من العلامات اللي بتظهر بلون احمر في البداية وبعد كده بتبيض مع الوقت زي علامات تمدد البطن اللي بيحصل في الحمل. ساعات بتحصل في الساقين وسيدات كتير بتفتكرها ان هي دي دوالي، تمام، وهي دي مش دوالي، هي مجرد بس حصل ستريتش في الجلد او الجلد تمدد شوية مع تغير الوزن، فده بيبقى عرض مزيف بس دي مش دوالي، بتبقى علامات ستريتش اسمها ستريتش ماركس زي بتاعت الحمل بالظبط اللي بتحصل في البطن. طيب يا دكتور، هل اهمال الدوالي ممكن يؤدي لتكوين جلطات ويؤدي ل يعني لا قدر الله وفاه المريض؟ يعني مش لدرجه الوفاه بس طبعا اهمال الدوالي بيؤدي الى العديد من المضاعفات. تمام، نبتدي بالمضاعفات البسيطه الاول زي تورم الساق المستمر. لو المريض أهمل الدوالي في البداية بيكون التورم مصاحب للمجهود أو مصاحب للوقوف فترات طويلة، وبعد شوية الورم بيبتدي يزيد ويبقى مستمر ما بيختفيش. تمام، نبتدي دي المضاعفات البسيطة. بعد شوية الآلام بتبتدي تزيد على آخر اليوم أو في منتصف النهار بعد شغل ووقوف فترات أثناء العمل، بيبتدي المريض يحس بآلام رهيبة في الساق كأنه مش قادر يمشي مش قادر يتحرك. تمام، بيحصل له عرج بسبب الدوالي، بيبتدي ان هو يحصل عرج متقطع. تمام، بسبب مشكلة الدوالي ان هو ما بيعالجهاش نتيجة الآلام الشديدة. بعد كده بيبتدي يحصل تجلطات فعلا في الأوردة، ممكن الأوردة السطحية أو الأوردة العميقة، وبتبقى مصاحبة بألم مبرح. تمام، لو حصل التهاب في الأوردة السطحية مع جلطة بتبقى آلامه مبرحة جدا. تمام، وبيحتاج المريض ان هو يخضع لعلاج طبي في صورة مضادات حيوية، وممكن نضطر ان احنا ندخله المستشفى عشان ياخد المضادات الحيوية دي عن طريق الحقن الوريدي. وبعد كده ممكن يحصل جلطات في الأوردة العميقة ونضطر ان احنا ناخد أدوية مسيلات للدم وما يترتب على ذلك من مشاكل بعد كده. يبتدي يحصل تغير في لون الجلد، وده بالنسبة للسيدات بيبقى حاجة مش مريحة خالص. أكيد. يعني التغير ده بيبقى عبارة عن صبغة بتبقى بتحصل غمقان في الجلد فبيتأثر في نفسية لون طبعاً. تمام، بتبقى يعني لونه، وللأسف طبعاً هذه الصبغة بتبقى عاملة زي الوشم ما بتروحش. تمام، بتفضل موجودة وبتسبب طبعاً تأرق للناس، وفي نفس الوقت بتأثر على الجلد، بتخلي الجلد في هذه المنطقة اللي حصل فيها التصبغ ضعيفة جدا لدرجة ان هو بيبتدي يحصل قرح وريدية. القرح دي هي عبارة عن جروح بتتفتح في الجلد بالذات حوالين منطقة الكاحل، تمام، والكعب، بيبتدي المريض يعاني منها أسوأ معاملة. معاناة بتبقى فيها آلام شديدة، بيبقى فيها إفرازات، تمام، بيبقى فيها تعب شديد في المنطقة دي، وكمان القرح دي ما بتخفش بسهولة. تمام، حتى بعد علاج الدوالي التدخل الجراحي فيها بتبتدي القرح دي ان هي تخف، بتاخد وقت طويل جدا وغيارات، ويضطر ان احنا نحط اجهزه عشان خاطر القرح دي تصغر في الحجم، وكمان في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نعمل لها ترقيع جلدي من كتر ما الموضوع متفاقم للقرح دي. فالنزيف كل دي مضاعفات شديده بتحصل بسبب الدوالي، اللي في البعض بيعتقد ان هي الموضوع شكل. لا، هو الموضوع مش شكل، الدوالي ليها مضاعفات، هذه المضاعفات خطيره
بعيدا عن الوفاة بس بتؤدي إلى إعاقة جودة الحياة بالنسبة للمريض. يا دكتور خلينا نسأل حضرتك، هل تأثير الدوالي بيبقى مختلف في الرجل عن السيدة ولا لا؟ لا، الرجل زي الست، هنا في مساواة. طيب دكتور، انت عايزين نوضح، يعني نوضح امتى نقدر ناخد علاج دوائي وامتى يعني نعمل علاج تدخل جراحي؟ عادة اغلب المرضى بيجوا في المراحل اللي هي المتقدمة، في الدرجة الثالثة والرابعة، لما ابتدى يحس بآلام شديدة، تورم مستمر، بيجي في المرحلة دي، وعادة بيبقى خلاص وما فيش فرصة للعلاج الدوائي، هي بيبقى تدخل جراحي فقط لا غير. تمام، فرص العلاج الدوائي في الدرجة الأولى والتانية، وفرصها ما بتبقاش عالية قوي، لأن عادة المريض في الوقت ده ما بيشتكيش من حاجة أكتر من الشكل، فبيبقاش في فرصة للعلاج الدوائي. تقريبا العلاج كله بالنسبة للدوالي هو علاج جراحي فقط لا غير. تمام، سأذن حياتك يا دكتور، معنا تليفون. أستاذ عفاف تفضلي. أيوة، صباح الخير. صباح الفل، تفضلي. زيك حبيبة قلبي. تمام، تفضلي دكتور سامي. عندي رجلية، عندي رجلية فيها تلوين كده مهمرة، وفي حاجات صوتة كده، وفي زغمتة، وبتعنك بقالي يومين تلوات ولا ثلاثة، بتعنك نار. عارفة ايه النار؟ سمعني؟ مع حضرتك، اتفضلي. الدكتور سامي. انا عاوزة الدكتور بس يعرفني ايه اللي حاصل في رجلية ده. في عندنا سكر زغمدة. في عندنا سكر يا فندم؟ لا يا دكتور، مفيش سكر، انا عندي ضغط بس. طيب عند هاي كم سنة؟ انا عندي 64 سنة، ماشي في 64 سنة. طيب دكتور، في الام في اسفل الظهر؟ لا، ده في الظهر في الام، بس بسيط. تمام، بس رجلية بس من وشي، من عند القصبة الرجل كده. ايوه، متغيرة. اها، ونار بتعنت بقالي يعني 4 ايام اهو. نار بتعنك في رجلي، عمال ادور على دكتور اوعيه مش لاقيه. تمام. طيب بص حضرتك، طبعا طالما في عندنا الام في اسفل الظهر وفي الام شديده في الساق، طبعا ده ممكن يكون عندنا مشاكل في العمود الفقري، لازم برضو نتوجه لحد عشان خاطر ان احنا نستبعد احتمال وجود مشاكل في العمود الفقري. بس اللي حضرتك بتوصفيه اكتر هو الام التهاب اعصاب طرفيه مصاحب للعمود الفقري، مشاكل العمود الفقري. تمام، الا كمان ما بقوم من النوم تبقى مش قادره اسلك ظهري. مظبوط، ما عشان كده انا سالت حضرتك في الام في اسفل الظهر ولا لا. فاعتقد ان المشكله بتاعت حضرتك هي مشكله عمود فقري اكتر، فمحتاجين ان احنا نشوف حد تخصص عمود فقري عشان يعالج لحضرتك المشكله دي. نشكرك استاذ عفاف على المكالمه. يا دكتور عايزه اقول لحضرتك، خلينا بصي انا برضو عشان ايه، الام، موضوع الام الساقين والتنميل والحرقان هو موضوع متشابك شوية. تمام، متشابك بين العديد من التخصصات. يعني خلينا نخرج برضو شوية برا موضوع الدوالي، نتكلم على موضوع آلام الساقين. آلام الساقين له الكثير من الأسباب. تمام، الساق دي بتتكون من جلد، عضلات، عظام، شرايين وأوردة وأعصاب. تمام، الساق هي دي المكونات بتاعتها، كل مكون من دول ممكن يعمل لنا ألم. تمام، كل مكون من دول ممكن يعمل لنا حاجة زي التنميل أو الحرقان. إيه في الساق، تعالي نتكلم في الأول مثلا قصور الشرايين الحاد، ممكن يعمل لنا ألم شديد في القدم، ألم شديد في الساق مع عدم القدرة على الحركة، مع تغير في لون الجلد. ده القصور الحاد في الشرايين، ويبتدي إن الرجل ما تقدرش تتحرك وتبقى ساقعه متلجه. ده احد الاسباب، قصور الحاد للشرايين. تمام، السبب الموست كومن بقى اللي هو يعني في اغلب الناس، بالذات الناس اللي عندهم مرض السكر، التهاب الاعصاب الطرفيه. ده اكتر حاجه بنشوفها في عيادتنا. صحيح. التهاب الاعصاب الطرفيه المصاحب لمرض السكر. مرض السكر بيأثر على الاعصاب. تمام، فبيؤدي إلى أن المريض ما يحسش الإحساسات الطبيعية اللي هو بيحسها. أعصاب الإحساس، العديد من الأعصاب،
أعصاب خاصة بالإحساس بدرجة الحرارة السخن والإيه والسائع، أعصاب بتحس باللمس، أعصاب بتحس بالألم، أعصاب بتحس بي اللي هو الاتزان، كل دي أعصاب. الأعصاب دي بتختل بشكل كبير نتيجة تأثرها بمرض السكر، فتؤدي إلى أحاسيس مختلفة، تنميل، حرقان، عدم الإحساس، عدم القدرة بالإحساس بأن المريض على الأرض، تمام، بيحس دايما أنه هو ماشي على سفنج أو ماشي على مية، ماشي على حاجة مش إيه، مش متزن الاتزان الطبيعي، يحس أن هي سخنة، تمام، مولعة في الشتاء أو ساقعة جدا في الصيف، تمام، مع أن الجو حر، لأن الإحساسات اضطربت تماما بسبب مرض السكر. ده أكتر حاجة بنشوفها في عيادتنا، مرض التهاب الأعصاب الطرفية المصاحب لمرض السكر. نفس القصة في حالة وجود انزلاقات غضروفية أو مشاكل في العمود الفقري، دي بتؤدي أيضا إلى التهاب في الأعصاب الطرفية وتؤدي إلى نفس الأعراض. تمام، ده بالنسبة لي الحرقان وبالنسبة لي التنميل اللي بيحصل في الأطراف. تمام، العضلات لو لا قدر الله حصل مزق في العضلة، تمام، أو كدمة في العضلة، تمام، أو نزيف داخل العضلة، بيؤدي إلى آلام شديدة بس في منطقة الساق في الغالب، ما بتبقاش في القدم أو في الأطراف. تمام، العظام طبعا لا قدر الله كسر بيحصل، أو لا قدر الله الناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة الأملاح، أملاح اليوريك أسيد، ده بيؤدي إلى آلام بالذات في المفاصل، يعني يحس إن مفصل الصباع الكبير، إصبع الإيه الكبير بتاع القدم أو مفصل الكاحل فيه آلام مع الحركة. ده بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة الأملاح. خلاص، دي مجموعة من العوامل بتؤدي إلى آلام في القدم أو الساق، تمام، بالنسبة للرجال أو السيدات. فعشان كده هي دي المشاكل اللي بتحصل وعلاجاتها مختلفة، وحسب كل شكوى ليها علاج. يعني المريض اللي بيشتكي من آلام في الساق نتيجة كدمة حصلت أو بتاع، علاجها مع طبيب جراحة العظام. تمام، المريض اللي بيشتكي من مشاكل ناتجة عن أمراض الشرايين أو الأوردة، دي علاجها مع طبيب جراحة الأوعية الدموية. التهاب الأعصاب الطرفية أو التهاب الأعصاب الطرفية المصاحب لمرض السكر أو العمود الفقري، تمام، المصاحب لمرض السكر علاجه مع طبيب الغدد ومرض السكر، تمام، ان هو بيوصف علاجات لالتهاب المزمن في الاعصاب الطرفيه. بالنسبه لمشاكل العمود الفقري بيبقى علاجها مع اختصاصي جراحه العمود الفقري. أكيد. تمام، نرجع بقى لموضوع الدوالي. احنا للاسف وقت الفقره خلصت، بنشكر حضرتك يا دكتور على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا، نحب نشكر دكتور محمد رزق، رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى جراند، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بطب عين شمس، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية. نطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم من جديد لركن المطبخ، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وركن المطبخ النهارده لاول مره بتنورنا شيف نرمين حنا، شيف حلو وحادق. اهلا بك يا شيف معانا النهارده. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه النهارده يا شيف؟ النهارده هنعمل بيكيتا بالمشروم بطريقه سهله وبسيطه، بحيث ان ست البيت ما تقدر، يعني تقدر تعملها في البيت وما تطلبهاش من بره، تقدر تعملها تعملها لاولادها بطريقه سهله. هنعمل ايه كمان معانا؟ هنعمل رز بسمتي للعزومات. ايوه، أغلبية الرز ده الناس بتستصعب إن هي تعمله، علشان هو فيه ليه تكات كتيرة صعبة، بس احنا نعملها بطريقة النهاردة بسيطة جدا. و هنعملها بالخلطة والمكسرات، صح؟ هنعملها بالخلطة، مش هنعملها بالمكسرات، بحيث ان مفيش حد يستصعب الفكرة او يفتكر ان هي مكلفة قوي. هنعمل كل حاجة النهاردة بحاجتنا اللي موجودة في البيت عادي. والحلو بتاعنا ايه النهاردة بقى؟ الحلو النهاردة هنعمل جاتو شاتو بطريقة سهلة جدا، برضو كل مكوناته موجودة في البيت. اوكي، نبتدي؟ نبدأ دلوقتي. هبدأ الأول بالرز لأن هو أكتر حاجة تاخد وقت. هنجيب الأول حلة، ماشي،
الرز هعمله بزبده وزيت. زبده وزيت؟ اه. حط الاول الزبده. زبده بس ولا زيت بس؟ الزبده لوحدها تتحرق. اوكي. والزيت مش هيبقى دي مديني الطعم الطعم اللي هو واو يعني، فاهمه؟ انا عايزه اخليه طعمه غني وفي نفس الوقت طعمه حلو. هنا معانا المقادير على الشاشه، 2 كوب ارز بسمتي، معلقه كبيره عسل اسود، نص قرفه، معلقه قرفه، سمن بلدي. انا عملت، انا استبدلت الخضار وماء مغلي وزبيب، استبدلت السمنه بالزبده تمام عشان تبقى اخف كمان وطعمها غني. حط الاول العسل مع الزبده. نحط قد ايه؟ حوالي معلقه، معلقه كبيره على الكميه ديت. هو ده اللي هيغمق ال، هو ده اللي هيديني اللون مع القرفه. اه. في ناس كمان كانت تستخدم الدبس الرمان. هو ده هو هينفع طبعا، بس هو انا بقول العسل كمان ليه؟ لانه افيد للاطفال. طبعا صحيح. لو الاطفال هياكلوا منه فده هيبقى مفيد جدا ليهم. صح. واحسن ما قرمل السكر، لو قرملناه ممكن يتحرق منها او ما تبقاش متمكنه ان هي تكرمله فيتحرق وبعد كده يدي مراره. وهيبقى كمان السكر مش مفيد. ايوه طبعا. فالعسل افيد. اول ما الزبده، حطينا ايه يا شيف؟ حطينا الزبده، حطينا الزبده والزيت، واول ما يتجانس مع العسل كده هنزل بنص معلقه قرفه. اوكي. هفضل اقلب فيه بقى لغايه ما كله يخش في بعضه. انا بس بزود قرفه لان انا مزوده رز شويه. الرز انا غسلاه من الاول ومصفيه حلو جدا. هذا بننقعه ولا بنغسله بس؟ انا عن نفسي بغسله بس. بصي بدات الريحه تطلع. جميل. اوكي. اول ما الريحه دي تطلع معايا هنزل بالرز. هنزل بكمية الرز اللي معايا كلها. وابدأ قد ايه رز كده؟ انا حاطه هنا كوبايتين ونص. اوكي. اول بقى ما ننزل بالرز هبدا اغلف الرزايه، كل رزايه عايزه اغلفها بالقرفه والعسل. هنقلب كويس قوي. لازم اغلف كل رزايه. ممكن اعلي شويه؟ ولو حسيت ان هو لونه غامق شويه، سوري، لونه فاتح شويه او انا عايزه اغمقه بتحكم بالعسل والقرفه. اوكي. والعسل هنا في الوصفه مش هيديني اي طعم او اي يعني مش هحس بيه في الرز خالص، بالعكس هو هيديني اللون والتسكيره. اه تسكيره بس بسيطه جدا. الاكله دي ممكن عشان نشتريها من بره بتبقى مكلفه جدا. اه طبعا. عشان الناس بتستصعبها ان هنا كرمل السكر، لكن هنا هعملها بطريقه بسيطه جدا. وفكره العسل دي فعلا فكره حلوه قوي، بسيطه. اه ان هي بسيطة، مش عاوز ان انا غذائيه كبيره للاطفال بالظبط، تبقى مغذيه جدا. نقعد نقلب كده لغايه لما الرز كله. لازم بصي، اه بصي الرزايه مبقاش يبقى خالص. هنزل ايه بعد كده؟ هنزل لو انا عندي شوربه في البيت هحط شوربه. ما عنديش شوربه انا هستخدم مكعب مرقه او مكعبين مرقه. تمام. ويفضل خضار. يعني لو شوربه فراخ او لحمه او اي حاجه ممكن نحط الشوربه، هيبقى احسن، هيبقى طبعا طعم اغنى كمان، اغنى وافيد. بس لو ما عنديش انا هتصرف، انا مش هوقف الاكله اللي معايا عشان اي حاجه. هنزل بمكعب برضو هغلب بيه الرز كله. انا نقع الرز بتاعي وغسلاه فمش هحتاج ان احط ميه كتير.
نحط قد ايه ميه بقى يا شيف؟ على يعني هو لو كوبايتين ونص بحط كوبايتين لو انا غسلاه ونقعاه شويه. لو كوبايتين ونص رز بنحط عليهم كوبايتين ميه. او لو عايز تاني على حسب الرزايه، عشان مش كل الرزايه بتبقى زي الثانيه، ممكن ازود. انا ببقى معايا، فانا معايا ميه مغليه. طب لو مش منقوع يا شيف بنزود كميه الميه؟ طبعا بيعوز ميه ازيد. سنزل بالميه المغليه واقلب. الريحه ابتدت تطلع بتاعت القرفه والعسل. ريحته حلوه قوي وطعمه مغذي جدا وحلو قوي. بصي انا هسيبه على النار عاليه. بصي هو كده متغلف، انا مش هحط له سوري هو كده متغطي، فانا مش هحط ولا ملح ولا اي حاجه تاني، لاني هكتفي بشوربه المرقه. المرقه بتبقى مالحه، فانا مش هحط مش هزود ملح ولا محتاجه بهارات ولا اي حاجه خالص. خالص بس كده هغطيه. يعني تسيبه قد ايه على النار بقى يا شيف؟ هو بياخد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. تلت ساعه لنص ساعه الحدود ديت. بس انا براقب معاه ساعه كده. بنراقب بقى بعد ربع ساعه براقب، لو لقيته الصف يعني بدا يشرب ميته هغطي عليه واسيبه لغايه ما الاقي الرزايه كبرت معايا ونفشت وخلاص انا بعرف ان هو استوى. تمام زي الفل. معانا ايه تاني بقى؟ هخش على الاكله اللي بعديها. معايا بيكيتا. انا شايفه الفراخ متقطعه ولا دي صدور فراخ بقى؟ دي صدور فراخ. هي البيكيتا اقدر اعملها بكذا شكل. فانا دلوقتي هقول لك، انا دلوقتي مثلا دلوقتي احنا بقينا في ظروف صعبه شويه، فانا دلوقتي لو انا ما معيش ان انا اجيب كميه فراخ كبيره وعايزه اكل ولادي اكله مغذيه وفيها كميه بروتين كويسه، هعمل ايه؟ لو انا عندي ولو مثلا نفترض صدر او صدرين او قطعتين شرايح بانيه هعملهم ازاي؟ واحنا طبعا عددنا كبير، هجيبهم وهعمل طريقه البكاتا دي وازود معاها المشروم. المشروم ممكن ناس كتير تقول لك لا احنا مش بنحب طعمه، لا اصل طعمه مش مستساغ بالنسبه لنا، احنا مش حابينه، لا نجرب. المشروم ملوش طعم، فبياخد يعني ملوش طعم فعلا. بياخد طعم اللي محطوط معاه بالظبط. هو بياخد الصوص اي حاجه بالظبط، بياخد طعم اللي موجود. فيه غذائيه كمان كبيره قوي جدا لانه غني جدا بالالياف والبروتين، غني جدا. فاحنا ندخله لاولادنا مع البيكاتا، ندخله مع اي اكل هيبقى مفيد جدا وغني جدا بالبروتين. هنعمل ولو صدرين عندنا لقيناهم مثلا مبهدلين او مهرتلين، لا احنا هنستخدمه وهنطلع منه اكله حلوه وكبيره ويعني ايه تنفع للولاد، والولاد كمان يبقوا سهل عليهم. انا اقطعه بحيث ان انا مش هديله قطعه ياخد منها حته ويقول لا مش هقطع، لا احنا مقطعناه له عشان تبقى ايه سهل عليه. سهل عليه. فهجيب دلوقتي البكاتا برضه هستخدم في البكاتا زيت مع زبده، لاني مش ينفع استخدم الزبده بس. احنا ممكن يا شيف نشيل البولات اللي خدت عشان تعرفي تتحركي براحتك. هحط هنا بقى معاها زيت، هحط معاها الزبدة. هنعملها كمان بطريقة مختلفة وبسيطة. احنا معانا المقادير على الشاشة. هحط زيت. نص كيلو بانيه بالظبط، وكوب كريمة لبية. تمام. واتنين كوباية مية، بصلة صغيرة، وفصين توم. بالظبط. انا كمان البكاتة ممكن اعملها بشوربة لو انا عندي شوربة. بس انا هنا حابه احط اللبن عشان ازود القيمة الغذائية والطعم يبقى غني ريتش كده. يبقى بالظبط بحيث ان الطفل وهما انا هنا الاول هتبل الفراخ ملح وفلفل بس، مش بنحط اي حاجه تاني خالص. ملح وفلفل ليه بقى؟ لان انا عايزه طعمها يبان، انا مش عايزه اغطش على طعمها اصلا. سوري. فانا بس هحط ملح وفلفل. الرز هنا بدا يغلي. احنا حطينا هنا مع الزبده زيت ولا نفس فكره الرز؟ الزبده لوحدها تتحرق بالظبط، ما تستحملش خالص.
رز معانا بدا يغلي وقربت ان انا ايه اول ما يتشرب هوطي عليه خالص. هحط بقى هنا بصلايه ناعمه اوكي مفرومه عشان برضو الولاد لو مش بيحبوا طعمها انا اديتها لهم ودخلتها في الاكله من غير ما ياخدوا بالها. البصل كمان ليه قيمه غذائيه كبيره قوي طبعا. احنا نحطه كده في الحاجات والطبيخ كده توم فوائده خفي كده يبقى حلو قوي للولاد. بالظبط التوم كمان فوائده لا تعد ولا تحصى. ايوه دي حقيقه. هسيبها بس تصفر وهركز مع الرز شويه. عايزه بس يغلي من جميع الاتجاهات. ممكن نستخدم كمان بصل باودر ولا مش هيبقى نفس؟ لا هي ممكن مفيش حاجه في الاكل الاكل ملوش قاعده معينه كل حاجه تنفع بس انا بحب الاكل الفريش لان فوائده كتير لاني ادخل ادخل لاولادي فوائد طول ما انا بالظبط خضار فريش بالظبط كل حاجه تبقى فريش احسن طبعا. هنا كده حطينا الزبده والزيت والبصل والثوم لسه لا الثوم لسه يعني اول ما ده ياخد لون البصل ياخد معانا لون هننزل بالثوم على طول. ممكن نعلي النار شويه صح؟ انا المفروض انا معليها على الاخر 9 ريحه الرز خطيره ريحه القرفه والعسل القرفه مع العسل بيدوا طعم وريحه جباره. انا يعني بالظبط دقيقه بالظبط او اقل من دقيقه وهوطي عليه. انا بقلبه بس عشان ياخد الاتجاهات كلها. انا حاسه ان النار واطيه شويه صح؟ انا حاسه بكده برضو بس هي مشغلاها على 9 ممكن اجيبها مكان اجيب الرز مكانها واجيب الرز واجيبها هي مكانها. شويه هندخله كده اوكي ممكن اعلي شويه انا كده كده هنوطي على الرز فممكن ابقى ندخله اوكي صح؟ انا كده عليت كمان تمام اهي بدات تشتغل معايا. الرز كده خلاص نبتدي بقى نوطي عليه شويه. هبدا اوطي عليه. هو خد معانا قد ايه يا شيف حوالي كده مثلا قبل ما نوطي عليه؟ يعني مثلا 10 دقايق مثلا انا وطيت عليه خالص ياخد راحته مش بنشيل الغطا لا خالص. دي بدات تشتغل معانا اهو. هندخل للولاد كل حاجه في الاكل بتاعنا بحيث ان هم ياكلوه ونحاول برضو نخلي الاكل قريب من بره ان احنا نخليه طعمه لطيف وحلو علشان ما يحبوش ان هم يشتروا اكل من بره. استاذنك يا شيف هنطلع فاصل. اوكي مشاهدينا نطلع فاصل سريع نرجع لحضراتكم من جديد مع ركن المطبخ. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا النهارده لاول مره شيف نرمين حنا شيف حلو حاجه اقول لحبيك يا شيف مره ثانيه. اهلا بيك حبيبي. احنا كنا بنعمل ايه بقى قبل الفاصل؟ احنا خلاص وطينا على الرز الفاصل وكنا حاطين البصل هنا هو ياخد لون بس انا دلوقتي بصي اول ما بدا الرز معايا وطيت عليه وبصي بقى بالشكل ده تمام هنزل بحبه زبيب عليه ده بعد ما يستوي خالص مش بنقلب معاه بالظبط عشان يحافظ على القرمشه بتاعته وطعمه صح كده؟ علشان يطرى معاه وفي نفس الوقت الرز ياخد طعم الزبيب هقلبه تقليبه بسيطه جدا. دخل بس الزبيب جوه الرز بالظبط واروح موطيه خلاص كده تمام وهسيبه مش هاجي ناحيته. هنا خلاص البصل معايا بدا ياخد اللون. طب لو انا عايزه احط مكسرات بقى مع ال هقول لك لا المكسرات ما تحطش مع الرز. المكسرات في الاخر خالص خالص. لو انا هحط مثلا لوز بنقعه في ميه عشان اشيل القشره بتاعته وبعد كده هو والبندق بنقعهم عشان اشيل القشره بتاعته بسهوله وبعد كده ببدا احمرهم تحميره بسيطه جدا بمعلقه زبده سمنه بلدي او زبده ايا كان وبعد خلاص بعد ما بفرش الرز بتاعي واحط الزبيب بنزل بالمكسرات من فوق. ايوه يعني لكن ما تحطش مع الرز لا يطرى مش هيبقى طعمه الطف حاجه. بصي خلاص انا كده البصل بتاعي بدا ياخد لون فهنزل بايه؟ التوميه توم بس اشم ريحه القرفه
هنزل بايه؟ بالفراخ على طول معاها. هنا مقطعين الفراخ شرايح رفيعه. انا بقول لك مقطعه شرايح رفيعه، ولو عندي اي حاجه باقيه معايا انا بستغلها، مش هرمي اي حاجه او مش هقول حاجه لا. بصي بقى بدات الريحه مع البصل مع الثوم مع الفراخ بدات تظهر. ولازم اعملها في كمان في حاجه ووك زي كده تكون غويطه عشان انا لسه احط لها صوصات. اقلبها كده واخليها تاخد ووكس كده، ممكن تبقى حله حله اي حاجه. مفيش ما قلتش مفيش حاجه توقفنا ابدا. بصي ريحه الثوم بدات تظهر ازاي، وانا اصلا اوريدي متبله الفراخ بملح وفلفل بس، ما حطيناش ولا بابريكا ولا اي حاجه خالص خالص. مش بحب اغير في طعمها، لكن اللي بيحب يزود يزود، يعني الاكل في الاخر اذواق اذواق. يعني انا لو انا حابه يعني طعم معين انا بحطه. طب انا لو ما عنديش فراخ مثلا وعندي لحمه وعايزه اعمل بيكاتا، تقولش لا تقولش خالص، يعني ممكن نعمل البيكاتا لحمه نشتغل بيها اي حاجه. هتبقى نفس المقادير كده ولا نفس المقادير؟ بس هي اللحمه تاخد سوا سنه شويه. بس انا حاول برضو اجيب اللحمه تكون من قطعيه البفتيك. البفتيك عشان مش تاخد معانا سوا خالص. دي مش تاخد معانا سوا خالص. هتبع برضو الرز معايا شغال كويس جدا. ايه كمان مفلفل من عندي هنا. رز البسمتي كمان حلاوته ان هو ما تخافيش منه ان هو يعجن، فاهماني؟ طول ما انت ماشيه صح خلاص، وحتى لو ميته زادت منك تقدري تعالجيه. طب المقادير بتاعت الرز العادي مش البسمتي مختلفه؟ الرز العادي ما بياخدش ميه زي الرز البسمتي، بياخد اقل عشان حبيته اصغر. اصغر ما بياخدش سوى زي البسمتي. في حل بقى لو انا عملت رز وعجن، ايه الحل بقى؟ في حاجات ممكن نعملها. لو الرز الابيض عجن مني انا ممكن اعمله اكله ثانيه خالص. يعني ممكن ريزوتو بقى، يعني ممكن اعمله كور. اعمل كور واحشيها من جوه فراخ لحمه مفرومه موتزاريلا، وابدا اشكلها واعمل لها زي البانيه دي وبيض وقسماط واقليها. يعني مش قادره اقول لك الولاد بيحبوها قد ايه. كمان يحبوا يعملوها بقى جدا. ايوه بالظبط، فاحنا مش بنرمي اي حاجه اصلا، يحبوا ياكلوها ويحبوا يعملوها. مفيش حاجه في الاكل بتترمي. بصي اول ما احس ان الفراخ بدات تستوي كده اهو، بس هي لسه انا حاسه ان هي عايزه شويه. يعني هديها بس تقليبة دقيقة واحدة. هعمل ايه بقى؟ هو هنا احنا استخدمنا صدور ولا وراك؟ احنا استخدمنا صدور يعني لو استخدمنا وراك هتبقى احلى. ليه بقى؟ لان الوراك اطرى من الصدور وفيها نسبة دهون. هتبقى جوسي وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. يعني الاثنين شغالين جدا. اوكي. بس انا يعني انا بفضل الصدور، الولاد بحس ان هم بيحبوها اكتر. بس انا هعمل أطرى. ايه؟ انا عملت كده، جبت الفراخ كده. هنعمل ايه كده بقى؟ تمام. وهنزل بمعلقه او معلقه ونص دقيق. دقيق؟ اوكي. لا ثانيه، قبل ما انزل الدقيق عايزه ادي المشروم تقليبه مع الفراخ تاخد طعم الفراخ. وهعمل برضو الحركه دي في الاخر. زي ما احنا قلنا من شويه ان المشروم مش بياخد ملوش طعم، بياخد طعم اللي معاه. بياخد طعم الحاجه مع الفراخ، بياخد طعم الفراخ. وبالعكس كمان هيبقى افيد وكميه البروتين فيه اعلى. انا الطبق ممكن بصي يكون كان الاول صغير بس انا كترته وزودت الفايده بتاعته. انا في الوقت ده بصوا المشروم كمان الفريش احلى في الطعم عن المعلب. المعلب دي حقيقه بلاستيك يعني الاولاد مش هيحبوه، يعني متوفر في كل حته دلوقتي، بقى متوفر في كل حته ومش غالي. مش غالي وفوائده اعلى، فاهماني؟
يعني الولاد ممكن يقولوا انا مش بنحب المشروم لانهم داقوا البلاستيك اللي هو المعلب، فحسون هو حاجه غريبه طعمه كده بالظبط، لكن ده بيبقى اللي هيدوقه في الوصفه دي اكنه فراخ. هقلبه لغايه ما ياخد الطعم ويستوي مع الفراخ. هنعرف منين بقى ان المشروم استوى؟ انا ممكن اغطيه بس 5 دقايق وهبص على الرز. هنعرف منين ان المشروم يستوى؟ يستوى هتلاقيه دبل يعني. بص دي هتلاقيه بدات تنزل دبل ولونها بيغمق شويه. بيغمق سنه بسيطه سنه شم الروايح شم. هغطيه بس حاجه بسيطه جدا. طب احنا ليه بنغطيه بقى يا شيف؟ انا بس عشان عايزه اتاكد ان هو استوى او ياخد بس سوا. بس فعلا الريحه خطيره. حبيبتي هرجع للرز تاني واديله تقليبه بقى حلوه من تحت لفوق كده. في الاخر خالص بقى نقدر نقلبه تقليبه كويسه بقى. خطير. الرز ده هيبقى حلو قوي في العزايم. لو مثلا عايز اعمل لحمه بارده، فخده ضاني، ديك رومي، بيبقى حلو قوي الرز دوت تحت العزومه، بيديها طعم حلو وشكل يعني شكل بيخليه شكلها لطيف جدا. أيوة. ومتكلف يعني. هرجع بقى للمشروم. نسيبها بس كده يعني يا دوب دقيقه ولا دقيقتين. هو اصلا ما بياخدش سوا. والفراخ عندي ما بتاخدش سوا. هبدا بقى راجع كده تاني زي ما كنت راجع الاول. خلي السمنه او الزيت في النص كده. في الوقت ده انا ممكن ازود حبه زيت صغننين. طب لو مثلا اتشرب الزيت والسمنه نقدر نحط معلقه زيت كده؟ حط عادي، اهم حاجه احط ال هيبوظ حاجه يعني؟ لا خالص. اديه بقى وهفضل اقلبه بالراحه في السمنه دي علشان عايزه الصوص زي البشاميل بس مش زي البشاميل تقيل، خفيف شويه. خفيف خالص. طب انا لو نسيت مثلا احط معلقه الدقيق دي دلوقتي ممكن احطها على اللبن ولا هتكلكع مني؟ لا هنا بحب احطها في الوقت ده عشان تاخد تحميصه، تحميره يبقى مستوي كده ما يبقاش طعمه باين في الصوص. صح، هيبقى طعمه باين قوي. أي. بس انا باكل صوص دقيق. ايوه. المفروض بقى انا لو عندي زي ما قلت لك شوربه هحطها في الوقت ده. ما عنديش شوربه وعايزه ازود قيمه الطبق اكتر، انا هستخدم لبن عادي. لبن. فهنزل دلوقتي باللبن وهقلب. طب احنا لو عندنا الشوربه وحطينا الشوربه نعمل ايه بعد كده؟ نحط عليها لبن يعني؟ لا هنسيب، لو حطينا الشوربه دلوقتي خلاص هنسيب يغلي ويبدا يعني يتجانس في بعضيه. وفي الاخر خالص هحط كوبايه كريمه لباني. لو ما عنديش كريمه لباني مش هوقف الوصفه. ايه بقى؟ مش هوقف الوصفه خالص، كل حاجه ليها بديل معانا. هجيب كوبايه لبن ومعلقه قشطه وهقلبهم مع بعض. تمام. وهحطهم. هو اي نعم شديد نفس الطعم بتاع الكريمه اللباني بس احنا مش بنوقف الوصفه على اي حاجه، هتبقى برده غنيه يعني. بديل الكريمه اللباني كوبايه لبن بالظبط ومعاها انت قلتي قشطه؟ قشطه، معلقه قشطه. معلقه قشطه. معلقه قشطه عايزه اغنيها. هتفي بالغرض قوي طبعا وتبقى طعمها جدا. هتبقى بالظبط. بس بدات تتقل ازاي معانا. هسيبها برضو تغلي غلوه. مش هنغطي عليها صح؟ هغطيها. هتغطيها. بنسيبها بقى قد ايه يا شيف على النار؟ 5 دقايق او 3 دقايق. ان كل حاجه مستويه اوريدي، كل حاجه خلاص استوت. أيوة. يعتبر كل حاجه استوت. انا بس عايزه سهله وسريعه وهيلثي للولاد ولو راجع من الشغل
ما عندي يعني ما لحقتيش تعملي حاجه تقدري تعمليها في 10 دقائق. في 10 دقائق بالظبط دي فعليا. وممكن أيه. اقدمها مع رز ابيض مكرونه بيضة هتبقى حلوه جدا. الرز بقى وصلنا لايه؟ خلاص الرز كده استوى ما خدش وقت خالص. بس قبل ما اخش على الحل دي خلاص كده يعتبر خلاص خلصت تمام. فانا هنزل كوبايه كريمه لبان الحلو. اوكي اوكي هشيلها من على النار. هنحط ايه في الاخر ده يا شيف؟ كريمه لبان. كوبايه كريمه لبان. وليه ما قلبناهاش معاهم؟ طيب انا قلبتها. اوكي دي تقليبه. اوكي تمام. تسلم ايدك يا شيف فعلا خطيره حتى حلوه قوي. هرجع بقى معايا الحلو. جاتو شاتو. جاتو شاتو. الجاتو شاتو عباره عن كوبايه سكر نص كوبايه كاكاو بيكنج باودر وبيضتين كوبايه لبن وفانيليا كوبايه ونص دقيق. فقناص سهله جدا موجوده في البيت موجوده في كل بيت. فانا هجيب ايه دلوقتي؟ هجيب الخلاط بتاعي. هنزل الاول بكوبايه السكر كوبايه لبن كوبايه الا ربع زيت. معانا المقادير على الشاشه. كوبايه سكر كوبايه لبن كوبايه الا ربع زيت كوبايه الا ربع زيت نص كوبايه كاكاو اسباني بالظبط اتنين بيضه. الكاكاو في الوصفه دي بتفرق جامد قوي. واتنين كوبايه دقيق وبيكنج باودر وذره ملح. هضربهم كويس قوي مع بعض. حطينا ايه كده يا شيف؟ حطينا ايه كده؟ حطينا هنا كوبايه سكر كوبايه لبن كوبايه الا ربع زيت. تمام هضربهم حلو قوي. نجيب بس معلقه هنزل بالكاكاو لغايه ما يتقل معايا الصوص. احنا كده بندوب بس السكر بس. يتقل معايا الصوص حسيته خفيف انا هزود كاكاو تاني. اوكي لازم يبقى الصوص معايا تقيل. هعمل ايه؟ هاخد كوبايه واشيلها على جنب. احنا كده حطينا ايه؟ ممكن نراجع يا شيف كده تاني؟ اقولك حطينا هنا ايه؟ حطيت كوبايه لبن كوبايه سكر كوبايه الا ربع زيت وحطيت ازيد من نص كوبايه كاكاو اسباني. الكاكاو بيفرق قوي في الوصفه. لسه كنت هسالك ايه فكره الكاكاو الاسباني؟ لو كاكاو طعمه مش حلو مش هيديني الطعم اللي هو الشوكولاته الحلو بالظبط. فانا هنزل هنا بالخليط ده بكوبايه واحده. تمام هعمل ايه بقى؟ هنزل في نفس الخلاط ببيضتين. احنا سايبين شويه في الخلاط صح كده؟ اه انا خدت كوبايه واحده. كوبايه ومعلقه ثلاث نقط فانيليا. اوكي والفانيليا دي ما تكترش منها لانها بتمرر.
بالظبط. لو كترت منها الفانيليا اللي هي السايبه او الفريش دي بتبقى مره لو حطيت كتير. انا بحط حوالي نقطتين اتنين بس مش اكتر. طب لو عندي انا اكياس وما عنديش ما عرفتش اجيب ايه المشكله؟ احط كام كيس؟ طيب شايف كيسين لو هو اللي هو بسكر كيسين. اوكي طيب. والبيت تبقى درجه حرارته في الثلاجه؟ البيت تبقى حرارته بسيطه عشان دي تيجي احلى بسيطه بس خلاص مش هحتاج اكتر من كده. هجيب بقى بوله ده على جنب هنا ده هنستخدمه للصوص اللي بيتحط فوق بالظبط كده. هجيب بوله دقيق حط كوبايه ونص دقيق ولو احتجت بحط ما احتجتش خلاص. معلقه صغيره بيكنج باودر وعندي ذره ملح ذره بسيطه او ملح عشان تبرز لي الطعم. وهنزل بقى بالخليط دوت. وهقلب بس هي سهله جدا جدا وبسيطه ومقاديرها موجوده عندنا في اي بيت هتلاقيها مش هتلاقي اي حاجه فيها معقده خالص. احنا معانا 7 دقايق يا شيف. خلاص انا كده يعتبر خلصت. ننزلها بس في ال فعلا وصفه سهله وسريعه سهله جدا. ما خدناش فعلا 10 دقايق. بصي عشان ما اعطلكيش انا هخلص القالب ده هنزلها في القالب صغنن مش هتاخد قالب كبير خالص. اوكي تمام. فانا مسخنه الفرن قبل ما ابدا. تمام تمام. على درجه حراره كام بقى؟ 180. بس لازم يكون اهم حاجه انه يكون من قبلها سخن. طب نسخنها قبلها بقد ايه؟ ربع ساعة مش أكتر. عشان برضه ما تبقاش سخنة قوي ممكن يتلسع مثلا ولا بالظبط صح كده؟ هي أصلا ما بتاخدش في الفرن وقت. هي أصلا كل وقتها في الفرن من ربع ساعة يعني لتلت ساعة بكتير قوي. وبجربها ازاي؟ بالسكينة بشوفها استوت لو طلعت من غير حاجة معجنة مفيش حاجة خلاص. احنا قلنا يا شيف بنسيبها قد ايه؟ ربع ساعة؟ مفيش ما بتكملش. اوكي زي الفل. بصي بقى انا عاملة واحدة هنا عشان طبعا احنا مش مقدمناش وقت كتير فدي بيكون شكلها تمام. احنا هنا حطينا ايه بقى؟ قولي لنا يا شيف كده. انا رجعت بعد ما استوت عشان يبقى شكلها شبه بتاع بره كده خطيره. بعد ما استوت انا بسيبها تبرد تماما. وعندي كوبايه الصوص. اوكي بعمل فتحات فيها واروح منزله كوبايه الصوص ومفرداها زي ما يعني شكل. بخرمها كده من فوق بالظبط بالسكينه بالظبط. وبفرد الصوص عليها وبزينها باي حاجه مش شرط ان انا ازين بحاجه مكلفه جدا. ممكن فاكهه اي حاجه عندي. أي حاجة. ولو كلتها من غير زينه كده هتبقى حلوه جدا. تبقى حلوه برده. تسلم ايدك يا شيف. تسلم ايدي. انا هطلع بقى الرز. خلاص هو كده الرز استوى. مفلفل ومش معجن مش ياخد وقت وريحه حلوه حلو. وكل حاجه حلوه يا شيف. ولو عندي بقى لو عندي المكسرات زي ما قلنا هنزينه بالمكسرات. ما عنديش انا مش بوقف نفسي.
معانا البيكاتا في الاخر. ممكن كمان يا شيف نستخدم جبنه على البيكاتا كده من فوق، اي حاجه ممكن أي كمان حاجة نحطها في الوصفه نفسها، صح؟ بالظبط، اي حاجه بنحبها احنا ما بنقولش عليها. بصي بنص كيلو صدور انا عملت طبق كبير جدا ممكن يكفي عيله. ايوه دي حقيقه فعلا. بالظبط، وكله غني جدا بالبروتين واكله مغذيه. صح، تسلم ايدك يا شيف، فعلا الاكل جميل. بزينها، ممكن ازينها بقدونس، جبن، كسرات، جبنه من فوق، شادر بقى، بارميجان، هيدي طعم وهيدي غنى اكتر. تسلم ايدك يا شيف حقيقي. مشاهدينا نشكرك يا شيف على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا، استنونا في حلقه جديده من هي ومين. هذا البرنامج برعاية هي ومين. هي ومين لو وقتك اللي بتستنيه، هي ومين هي ومين ما هو علشانك، هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة في هي ومين، خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى، نحو علشانك هي ومين، وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين، أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين، هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستنيه، هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين، هي ومين.